السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة الصف السادس الإعدادي أهلا بيكم. هناخد النهاردة معادلة الخط المستقيم، آخر درس في دروس الهندسة. معادلة الخط المستقيم إحنا خدنا فكرة عنها لما جينا خدنا من الخط المستقيم، وقلنا إن شكل المعادلة أو معادلة الخط المستقيم على الصورة ص تساوي ج س زائد ج، هي علاقة تربط المتغيرين س وص. تمام، فبنقول لو كانت على شكل ص بتساوي م س زائد ج، في الحالات دي هلاحظ ان الم اللي هو المعادل بتاع السين ده من الخط المستقيم، اما الجيم اللي هو الثابت ده الحد المطلق هو عباره عن الجزء المقطوع من محور الصادات. الميم من المستقيم والجيم هو الجزء المقطوع من محور الصادات. طيب نشوف كده مثال. لما يقول لك المستقيم لازم معادلته ص تساوي 3 على 4 س زائد 2، عايز اعرف الميل والجزء المقطوع، طبعا هتقول لي بسيطه جدا، الميل هو معامل س، الجزء المقطوع من محور الصادات هو الحد المطلق اللي هو 2، بس خلي بالك لازم تكون الصاد لوحدها، بمعنى صاد يساوي، مفيش جنبها معامل. طيب هنا ضرب معايا لو عندك المعادله 4 س ناقص 5، هتقول لي الميل هنا 4، طب الجزء المقطوع من محور الصادات، خلي بالك معايا في الحته دي. الميل المستقيم بيساوي 4، لو قلت لك الجزء المقطوع من محور الصادات هتقول لي سالب 5. هو في جزء مقطوع محور الصادات قيمته سالب 5، فخلي بالك معايا لما اقول لك طول الجزء المقطوع من محور الصادات هتقول لي لا ما فيش طول بالسالب، يبقى 5 خمس وحدات طوليه او 5 وحده طول، يبقى ده طول الجزء المقطوع من محور الصادات. هنا بنقول من الجزء السالب او في الاتجاه السالب، يبقى عشان نقول الجزء المقطوع من محور الصادات اقول سالب 5، لكن طول الجزء المقطوع من محور الصادات مفيش طول او بعد السالب، يبقى طول الجزء بيكون 5 وحدات طول في الجزء ايه؟ في الجزء السالب. وعارفين طبعا الصورة العامة لمعادلة الخط المستقيم، الصورة العامة اللي هي أ س، أيوه أ س زائد ب ص زائد ج بتساوي صفر، حيث الأ والب والجيم دول طبعا ثوابت أو أعداد حقيقية، بلاقي إن ميل الخط المستقيم هو عبارة عن سالب معامل س على معامل ص، تمام كده؟ ولما أحب أجيب الجزء المقطوع من محور الصادات بنضع س بتساوي صفر. عارفين عشان نجيب الجزء المقطوع إحنا خدنا قبل كده في الأسواق المرتبة، قلنا أي نقطة تقع على محور الصادات الإحداث السين بتاعها بيساوي صفر، وأي نقطة تقع على محور السينات الإحداث الصادي بتاعها بيساوي صفر، فلما أحب أجيب نقطة تقاطع الخط المستقيم مع محور الصادات بنضع س تساوي صفر، تمام؟ فكده هجيب قيمة الصاد. تعال نشوف كده مثال، المستقيم الذي معادلته 4 س زائد ص زائد 3 بتساوي صفر، أنا عايز أجيب ميله والجزء المقطوع، الميل سالب معامل س يعني سالب 4 على معامل ص يعني كام؟ 1، يبقى الميل بيساوي سالب 4. عاوز اجيب الجزء المقطوع من محور الصادات يبقى على طول بوضع ايوه س تساوي صفر، نحط س بصفر بقت 4 بصفر بصفر، هيبقى ص زائد 3 تساوي صفر، اذا ص قيمتها بتساوي سالب 3، اذا المستقيم بيقطع الجزء السالب لمحور الصادات عند 3، يقطع الجزء السالب محور الصادات جزء طوله 3 وحدات، أو ممكن نقول يقطع محور الصادات عند نقطة صفر وسالب 3. طيب لو أنا عايز أجيب بقى معادلة الخط المستقيم لو اداني ميله والجزء المقطوع، يعني هنعمل العكس، هنا مش يديني المعادله ويطلب مني ميل الجزء المقطوع، لا هو عاوز انا اجيب المعادله، اول المعادله المستقيمه لازم ميله 2، يبقى تفهم على طول ان دي ايه؟ ميم، ويقطع محور الصادات في النقطه 0 و3، 0 و3، يبقى دي جيم، الجزء المقطوع محور الصادات، لان احداث السين صفر، يبقى ايه هنا؟ ده الجزء المقطوع من الصادات، يبقى المعادله ص تساوي ميم س زائد الجيم تساوي 3، وهي دي معادله الخط المستقيم.
طيب مش مع بعض مثال تاني. في ملاحظات مهمه قوي. معادله الخط المستقيم اللي بيمر بنقطه الاصل، احنا اتفقنا ان المعادله على شكل صف تساوي مين س زائد ايه. طب لو كان المستقيم بيمر بنقطه الاصل يعني شكله كده، دي محاور الاساسيات هنا السينات والوسطات. المعادله دي معادله الخط المستقيم بتمر بنقطه الاصل اللي هي واو اللي هي صفر وصفر. في الحاله دي المعادله تصبح صف بتساوي مين س، يعني ما فيش حد مطلق، او تقدر تقول الجزء المقطوع من محور الوسطات قد ايه؟ صفر، يبقى زائد صفر، يبقى صف بتساوي ميم س. طب معادله المستقيم الذي يمر بالنقطه 3 و5 ويوازي محور السينات، بيوازي محور السينات. طب بص معايا كده، لو انا رسمت لك الخط المستقيم اهو اللي بيمر بالنقطه 3، دي نقطه 3 و5. لو انا رسمت المستقيم ده كده اللي هو بيوازي محور الصادات، طب ممكن ارسم مستقيم كده بيوازي محور السينات وبيمر بنفس النقطه. نبدا الاول باللي بيوازي محور السينات، تمام؟ معادلته هو بيقطع محور الصادات فين؟ عند مين؟ عند الخمسه، لان النقطه دي ما دي 3، النقطه دي هنا 3 وهنا 5، تمام؟ يبقى المستقيم بيقطع محور الصادات عند الخمسه، يبقى معادله المستقيم سواء بتساوي 5. طب معادله المستقيم نمسح ده بقى كده، معادله المستقيم الموازي لمحور الصادات، المستقيم ده وبيمر بالنقطه برضه 3 و5، يبقى معادلته س تساوي 3 لانه بيقطع محور السينات عند الثلاثة. طب معادله محور السينات لحالات خاصه ص تساوي صفر، طب معادله محور الصادات س بتساوي صفر، والكلام ده ليه في منتهى الاهميه، ليه كتير على شكل اختر الاجابه الصحيحه. أوجد معادلة المستقيم المار بالنقطة سالب 1 و2 ويوازي المستقيم المار بالنقطتين 5 و4. أولاً أنا عندي الشكل العام لمعادلة المستقيم أكتبها الأول ص تساوي م س زائد م. بيقول لك يوازي المستقيم يوازي أو عمودي، تعرف على طول هتجيب منها الميل. لما يقول لك ان المستقيم ده بيوازي المستقيم المار بالنقطتين دولت، يبقى انت هتجيب ميل المستقيم الايه؟ المعطى. في مستقيم مديهولك، المستقيم ده مديك عليه نقطتين، يبقى تجيب الميل بتاعه اللي هو فرق الصادات 4 ناقص 1 على فرق السينات 5 ناقص 0. يعني 3 على 5، كده انت جبت ميل المستقيم المعطى اللي هو اديهولك. طب انت عايز تجيب ميل المستقيم المطلوب، المطلوب مني اللي هو الميل ديت، ده يساوي 3 برضه على 5. طب جبتها منين دي؟ هو مش قال لك ان المستقيمين متوازيين؟ يبقى الميلين متساويين، برافو عليك. اذا المعادله هيبقى شكلها ص يساوي 3 على 5 س زائد ج. الجيم دي تيجي ازاي؟ تيجي من النقطه اللي هو اديها لك، هو بيقول لك اوجد معادله المستقيم المار بالنقطه سالب 1 و2. بما ان النقطه سالب 1 و2 بتنتمي للمستقيم، تمام؟ اذا فهي تحقق معادلته. يعني ايه تحقق معادلته؟ يعني بقدر اعوض مكان الس بسالب 1 وص ب2، يبقى المعادله سليمه. يبقى ص هنا كميتها بتساوي 2، 3 على 5 في س اللي هي سالب 1 زائد ج، كده مجهول ج تقدر تجيبه، هيبقى عندك ج تساوي 2 سالب 3 على 5، يبقى موجب 3 على 5، يبقى ج هتساوي 13 على 5. إذا معادلة المستقيم أنت كده جبت إيه؟ جبت الميم وجبت الجيم، تعوض بيهم في مكانهم، يبقى جبت معادلة المستقيم ص تساوي 3 على 5 س زائد 13 على 5. في المثال هنا أوجد معادلة المستقيم الذي يصنع مع الاتجاه الموجب لمحور السينات زاوية 45 درجة. نفهم كده على طول إن طالما ده زاوية يبقى هجيب منها الميل. فاكرين لما قلنا إن ميل المستقيم لمعلومية الزاوية التي يصنع مع الاتجاه الموجب لمحور السينات هي
هي زار الزاويه، يبقى زار 45، وكلكم حافظين زار 45 بتساوي 1، يبقى ده كده جبنا من المستقيم. ويقطع من الجزء السالب لمحور الصادات، يعني ده الجزء المقطوع من محور الصادات، الجزء الايه؟ السالب، يبقى سالب. جزء ان طوله كام؟ 5 وحدات طول، يبقى الجزء المقطوع بيساوي سالب 5، يبقى معادله المستقيم هتبقى ص تساوي م اللي هي 1 س ناقص 5. أوجد معادلة المستقيم المعرض بنقطة 1 و2 وعمودي على المستقيم الذي ميله 3/4. طيب ميل المستقيم المعطى 3/4، خلي بالك هو قالك إن المستقيمين إيه؟ متعادلين، برافو عليك. يبقى ميل المستقيم المطلوب اللي أنا عايز أجيبه، برافو، سالب مقلوب المستقيم المعطى، ده شرط التعامل عشان قالك عمودي، يبقى سالب 4/3، ممتاز. طب كده احنا جبنا الميل، يبقى المعادله يبقى شكلها ص، المفروض ص يساوي ج زائد ج، يبقى هنا ص يساوي الميل سالب 4/3 س زائد ج. اتفقنا ان الج بتيجي ازاي؟ بالتعويض بنقطه، قالك اول معادله المستقيم المره بنقطه، يبقى هنا ج س وهنا ايه؟ ص، برافو، هعوض بالنقطه اللي هي 1 و2، يبقى هنشيل ص ونحط مكانها 2 يساوي سالب 4/3 في س اللي هي قيمتها 1 زائد ج، اذا الج هتساوي 2 ايوه زائد 4/3، سالب 4/3 تتنقل بعكس الاشاره، يبقى 2 زائد 4/3 يبقى 10/3، دي قيمة ج. إذا معادلة الخط المستقيم هتكون ص يساوي م اللي هي سالب 4/3 س زائد الج اللي هي 10/3، ودي تبقى معادلة الخط المستقيم. طيب أحيانا بيبقى أنت طالب أو أنت أو مطلوب منك بيديك اختيارات وطالب منك معادلة المستقيم وما بتلاقيش الشكل ده، هيكون جايب لك مثلا معادله ما فيهاش قصور، يعني المعاملات مش قصور، مفيش مقامات هنا، فتقوم تعمل ايه؟ واضح ان انت ممكن تتخلص من المقام من انك تضرب المعادله كلها في 3، اضرب المعادله في 3 يبقى عندك 3 ص يساوي، لو ضربت هنا في 3 هنختصرها مع 3 يبقى سالب 4 س، لو ضربنا هنا في 3 هتروح مع 3 يبقى هنا 10. طب لا، ده دي الصوره المعادله خط المستقيم، لو حبيت تجيب الصوره العامه اللي هي تبقى معادله صفريه، هتنقل السالب 4 س زائد 10 الناحيه الثانيه عكس الاشاره، هيبقى المعادله شكلها 4 س زائد 3 ص سالب 10 بتساوي صفر، ويبقى ده الشكل العام او المعادله او الصوره العامه لمعادله خط المستقيم. وربنا يوفقكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.